الاشارات اللي نازله من الكورتكس قال كانت هتبقى الحياه مهزله. ربنا ما خلاش المنظر ده، المنظر ده اللي انت شايفه معناه ايه؟ معناه ان الحركه فيها فراغات. شايفين القلم الاحمر؟ في جاكس في الحركه بيسموها حركه مهزوزه مش حركه ثابته. الحركه المهزوزه دي بنسميها عندنا جيركي موفمنت. جيركي، فاكرين تندر جيرك؟ هزه الوتر مع ضربه القمر. هنا حركه مهزوزه. كنا هنبقى عاملين زي ايه في الحاله دي؟ مسرح العرايس. انا مش بهزر. لو كان ربنا خلى الوضع كده كنا بقينا مسرح العرايس بتاعت الليله الكبيره. معرفش فاكرينها ولا لا. طب امال ايه فايده الاستريتش ريفلكس؟ هقول لك. الاشارات اللي نازله من الكورتكس على الانتيريور هورن سيلي خلت الانتيريور هورن سيلي يطلع من الجانب، فاكرينها؟ والجانب كونتراكشن البريف ستريتش السنتر. طب عايز توصل لايه؟ لو الكورتكس نزل اشارات زياده الجانا امبلس توجهها انها تعمل كونتراكشن للانتاجونيستيك مصر. يعني انا لو منزل اشارات زياده على الانتيريور هورن سيلي بدل ما المصل دي اللي نازل عليها الاشارات هي بتعمل كونتراكشن اوفر فيحدث فتيج، لا، ربنا يوزع هذه الاشارات الى شويه على كونتراكت المصل وشويه على الانتاجونيستيك مصل. يوزع السيجنال. مين اللي بيوزعها؟ الجاما. والجاما تشتغل مين؟ تشتغل الالفا، فنسميها الفا جاما تو اكتيفيشن. انا ما حبيتش اكمل الرسم اللي هي ايه؟ الجاما هتشغل البريفري ويحصل استراكشن السنتر، والسنتر ده يوزع الافرنت امبرس على الانتيريور هورن سيل بتاعت العضله العكسيه، مش نفس العضله اللي وصل لها الامبلس. عشان كده كل ما يزيد الامبلس تيجوا نعمل انقباض للانتاجونيستيك. طب لو العكس بقى، لو نازله امبلس قليله على الانتيريور هورن سيل تعمل ايه الجانب؟ تقول لا انا عايز السنتر هاي استريكشن في الاخر، بس انا عايز الكونتراكشن لمين؟ للمصل الضعيفه انا عايز اقويها. فلو سيجنالز قليله لا نعمل كونتراكشن للاجونيست، هشغل المصل دي الضعيفه اقف جنبها. لكن لو عايز تزود القوه اوفر ما ينفعش. عشان كده قالوا على العنوان ده ايه؟ ما معنى كلمه دب؟ معناها فرامل، او زي ما بالبلدي انا فرمل لك يا كورتكس يا مجنون. وانا قصدت اكتب كده على البوق. ايوه مجنون. الامبلس اللي نازله منك نوت ادجستد. وهنعرف مش بس الكورتكس اللي كده والسلطه، ده المدير والسكرتير بتاعه. اذا انتوا الاثنين مجانين. السيجنالز بتاعتنا عايزه كنترول، ما ينفعش تشغل المصل مباشره. فكلمه دير اكتمك اوقفك اقول لك لا ما ينفعش. لو احنا تحت امرك يا كورتكس بتتحرك ازاي؟ كونتراكشن ريلاكسيشن، كونتراكشن ريلاكسيشن. طب لو في ستريتش ريفلكس، بصوا على المنظر ايه ده؟ كونتينوس كونتراكشن اللي سميناها تيترس او موتور تيترس، وده علامه صح. انت عايش بده، وطبعا الطلعه دي كونتراكشن وده الكونتراكشن المستمر. انت عايش طول الوقت بده، واتفقنا المتصاب تتلق على مستوى الفايبرز، فده مهم جدا. دكتوره بدعه قالت انا هحط مصطلح جديد قالته في المحاضرات وموجود في المراجع. قالت اصل الستريتش ريفلكس عمل ايه؟ مش هو وزع السيجنالز على تو ماسلز؟ قالت اسمها سيجنال افريج فانكشن. يعني ايه افريج؟ متوسط. انا هوزع الاشارات على تو ماسلز اجونست وانتاجونست. في نهايه الفيديو ده عايز افكر باهم ثلاث نقط اتقالوا. امتى السبندل بتبقى ستيميوليتد بثلاث طرق؟ وامتى السبندل ما
طريقتين اساسيين، وايه هي فوائد الاسترتش ريفلكس او الالفا جانا؟ قلنا اربع فوائد: ماسل تون، ودي كانت ريسبونس او ستاتيك ستريتش ريفلكس، اتكلمت عنها في اربع نقط. تندون جير، ودي كانت ريسبونس او دايناميك ستريتش ريفلكس، اتكلمت عنها في ثلاث نقط. وسيرفو اسيستنت فانكشن، رسمت الرسم، حطيت 10 خطوات عشان تعيش القصه وسميتها اربع عناوين. والدامبنج فانكشن وقلنا اهم ده. النهارده باذن الله هنتكلم عن فيديو جديد في المودل اسمه ريفلكسز. الريفلكسز اللي انا هشرحها النهارده هم خمسه ريفلكسز. الخمسه دول العناوين بتاعتهم: فلكسر وسترول ريفلكس، كروس اكستنسر ريفلكس، ابدومينال وبلانتر، وكريماستاتيك ريفلكس. طبعا اي ريفلكس زي ما احنا عارفين من سنه اولى وقررناها في ثانيه، لازم اتكلم عن ست نقط: ستيلس، ريسبتور، افرنت، سنتر، افرنت، ريسبونس. والسته عارفين كان احنا بنقول كلمه ساره وسيم، اول حرف من كل كلمه. طيب فلكسر وسترول ريفلكس مهم جدا، لازم تكون عارف رسمه. فانا هكبر شكل السباينال سيجمنت، هكبرها جامد قوي عشان اعرفكم حاجه مهمه. دي السباينال سيجمنت بتاعتنا، وتعلمنا السنه دي ان احنا هنقسمها ادي الميد لاين بتاعنا. ده الميد لاين. الفكره هتمشي ازاي؟ انا دلوقتي لو اتلسعت هحس ببين، البين هيدخل في الدورزال هور عادي، ده افت. دايما لما تتلسع شكل دبوس او ماشي حافي على الشط، دايما بتعمل الحركه دي، تتني رجلك اللي اتلسعت وتفرد الرجل التانية. ده اللي هشرحه دلوقتي. البين ده ادي الانتيريور هورن سيل اللي خارج منها الايفرنت علشان اسحب ايدي او رجلي اللي اتشكت. اللي هيحصل حاجه مهمه جدا، بصوا بقى معايا، هعملها بلون تاني. ادي البين، الافرنت عامل ساينس مع اول انتر نيورون، يبقى دي اول انتر نيورون، تمام؟ والانتر نيورون المنقط ده عمل ساينس مع انتر نيورون تاني، وده عمل ساينس مع انتر نيورون تالت، وده عمل مع انتر نيورون رابع. يبقى انت عندك ده الاول وده التاني وده التالت وده الرابع. كل الكلام ده تفتكروا ليه؟ لسبب بسيط، ان المعروف ان الانتر نيورون بيأخر نقل السيجنال نص ملي سكند، سينابتيك ديلي اللي قلتها قبل كده في السينابس. يبقى انا كده بتأخر في النقل. طب برضه ليه يا دكتور؟ لان البايسبس بتاعتك لما بتعمل فلكشن وتبعد عن الحاجه اللي لسعت عندها، لازم تبقى كونتراكتد لاطول فتره ممكنه، ودي مهمه جدا. يبقى انت دلوقتي في السكه دي عندك فور انتر نيور او خمسه ساينابس، خمسه ساينابس يبقى مدتهم 2.5 ملي سكند. نيجي بقى نسال البين سؤال، قلنا له البايسبس وصلها بعد 2.5 ملي سكند وعملت كونتراكشن، قال لا لازم البايسبس كونتراكت فتره اطول. فالبين اللي هنعمل عليه زوم الافرن وهو داخل، انا لا همشي في سكه بارلل للسكه دي بعدد انتر نيورونز اكتر عشان اطول مده السينابس عشان تفضل يا بايسبس كونتراكتد مده اطول. فنرسلها بالشكل ده باللون ده الاحمر اهي، البين ده اهو عمل سينابس. بصوا بقى اللي هيحصل ايه عشان نقولها بسرعه: 2 3
أربعة، آدي خمسة. يبقى السكة الموازية دي في خمسة سينابس، أو خمسة قصدي إنتر نيورون بستة سينابس. يبقى إذا وصل الأنتيجون سيل ستيميوليتد بعد كام؟ ستة سينابس، وكل سينابس يأخر لي نص يعني 3 مللي ثانية. إيه ده؟ ده أنت كل شوية المدة بتتأخر. ليه؟ عشان كل ما البايسبس يفكر يعمل كونتراكشن ويقول أنا خلاص هرتاح، أنا هرتاح وكونتراكشن خلص، نقول له لا لسه، ده لسه فيه سينابس تاني. طب السؤال المهم بقى، فليكسور وذرول ريفلكس، أنت قلت لنا دلوقتي إن في 6 نقط، وجيت قلت إن البايسبس كونتراكتد لفترة أطول. إحنا عايزين نخلي الإجابة واحدة. أول كلمة ستيمولس لازم تقول بين أو نوكشس ستيمولس. تاني حاجة، مين الريسبتور اللي حس بالبين؟ ارجع لفيديوهات السنسور فري نيرف اند. طب الأفرد اتنقل بإيه؟ دلتا والسي فايبر. طب السنتر اللي استقبله هو الأنتيريور هون سل. طب الاي فريند هو النيرف اللي خارج من المصل، هنسميه الفا، وده قلناه في فيديو الاسترتش ريفلكس الفا. طب وايه الريسبونس؟ انفلكشن او ريموفال فروم ذا سورس اوف انجري. يبقى انا في الفليكس وذرول هطلع منها سهمين، شرحت 6 نقط الريفلكس ارك اللي هي السراسيم. طب وايه بقى النقطه الثانيه؟ بروبرتيز اوف فليكسور وذرول. ماذا يتميز هذا الريفلكس عن بقيه الريفلكسز اللي على السبوره؟ اول ميزه ليه، ودي ميزه مهمه جدا واضحه من خلال البورد، افتر ديستشارج. افكركم بالنيورونال بول زمان في السنسور. يعني افتر ديستشارج الستيمولس خلص وما زال الريسبونس مستمر، يعني انت اتلسعت وخلاص بس لسه البايسبس عامله كونتراكشن. اللي يبص على البورد كده يقول حاجه، دكتور انا ملاحظ ان انت لسعت بارالل سيركت، سلسلتين من الانتر نيورون بارالل بيتش اذر، سميناها في الكتاب ايه؟ سميناها اوبن تشين سيركت. ليه اوبن تشين؟ لان انا ما رجعتش لنقطه البدايه مره ثانيه. يبقى اول كلمه في البروبرتي هتكون افتر ديستشارج، وعلى فكره في الافتر ديستشارج في فيديوهات السنسوري انا قلت مثال البين. طب عايز رقم 2، ورقم 2 واضحه جدا، لازم تقول ان في دايفرجنس. يعني ايه دايفرجنس؟ البين دخل وحسيناه بالافرد ده، اتفرقت السيجنال، ادي سيجنال ماشيه في هذا المسار حط عليه دايره، وسيجنال مشيت في المسار ده فحصل تفرقه. طب ليه ربنا فرق البين سيجنال وهو داخل في السباينال كورد؟ عشان يعمل امبليفيكيشن، علشان احساس البايسبس بيها يكون اقوى، يبقى لازم في دايفرجنس، لان انا شغال انتر نيورونز كتيره. عايز رقم 3، كل الكلام ده من غير حفظ. هو انت لما تيجي تشغل البايسبس في الناحيه دي، انت اتلسعت ناحيه الشمال فشغلت البايسبس ناحيه الشمال، هل ينفع ان انا اشغل الترايسبس في نفس الوقت الحته دي؟ تقول لي لا، انا بسحب ايدي عملت فليكشن، ممنوع يا ترايسبس تشتغل. طب هو ممنوع ده يحصل ازاي؟ اصل ربنا عمل انتر نيورونز غير السكتين دول، تطلع انهيبيتوري ترانسميتر على مين؟ على انتيريور هورن سيل اللي رايحه للترايسبس، يقول لها ممنوع تشتغل، ممنوع يحصل اكستنشن في نفس الدراع. ازاي الدراع يتني ويتفرد
انت شغلت بايسبس هنا، اوقف ترايسبس، اوقفه في الايبسي لاترال لم. ايبسي لاترال يعني نفس الناحيه، السيم سايد. يلا عايز رقم 4. كل دول بروبرتيز جميله جدا. بص بقى البروبرتي الرابع الرائع، لوكاليتي. يعني ايه؟ قول لي انت اتلسعت فين؟ اقول لك هتعمل ايه؟ يعني عايز زوم مثلا عليا، لو انا جبت دبوس وشكيتك هنا ميديان، ميديان سايد بتاع الفور ار، انت مضطر تعمل ايه؟ تبعد ايدك، تعمل اب دكشن. طب لو انا شكيتك هنا لاترال عند الدلتويد هنا، تعمل اد دكشن. دكتور ما احنا عارفين المعلومه دي عادي. قال لي لازم ابعد عن مصدر الاذى. يبقى اذا حسب مكان البين انت بتعمل رد فعل. هنا اسمها ويزدرول، ودي كلمه عامه. نيجي بقى الرقم 5 وفي البروبرتيز عندنا حاجه اسمها كونشيس افكت. يعني كلمه كونشيس؟ انا علشان ابعد عن البين لازم اكون بصحصح مش في غيبوبه. بدليل تعريف السنسيشن كونشيس بيرسبشن اوف اكسترنال ستيمولاي، لازم تبقى مدرك تماما اللي انت حاسه. وده اللي هتشوفه في سكاشن العمل. هجيب دبوس واشوف، طبعا هشرح لك، اقول لك تغمض عينيك، اقول لك حاسس، وحاسس بايه؟ دي مهمه، لازم كونشس افكت. يلا، طب في بروبرتي ثالثه؟ ودي من عظمه ربنا. دايما ربنا يحط لك الاهم فالمهم. مين الاهم؟ اتلسعت. طيب لو انت اتقرصت قرص الناموسه وانت بتتلسع في نفس الوقت او بعدها بشويه، انت مين الاهم عندك؟ انك تسحب ايديك فلكسر ويزدرول ريفلكس. عشان كده قالوا هذا الريفلكس انهبت، ودي مهمه قوي، اي ريفلكس تاني ممنوع احس بيه، زي السكراتش. سكراتش يعني خربشه في جلدي، برهوده او ناموسه بتزغزغني زي ما اسلوب بالبلدي بمنعها. طيب ولو احساسي بالبين انتهى، يرجع احساسك بالقرصه اللي انت طنشتها ترجع تحس بيها تاني. عشان كده قالوا ايه؟ قالوا انا كريفلكس بري بوتنت. انا بوتنسي يعني الكفاءه او القوه، قوه البين اعلى من اي احساس تاني في الوقت ده. لكن عوده قرصه الناموسه مره تانيه اتسمى في الكتاب ريباوند. كلمه ريباوند يعني ايه؟ يعني ترجع لك تاني، تحس بيها تاني، زي فكره الباسكت بول. يقول لك الريباوند الكوره لما ترتد من الحلقه بتاعت الباسكت، ترتد وانت تجيبها باسكت تاني بنقطتين او ثلاثه. يبقى ريباوند ارتداد، عوده، وسموها ظاهره ريباوند في نومينا. كلام سهل جدا. يبقى لغايه دلوقتي انا قلت ايه؟ افتر ديستشارج، البيت خلص وانت لسه حاسس، لسه في ريسبونس بالبايسس. اثنين دايفرجنس، وشفنا تفرقوا وعدد الانتر نيورونز ريسبروكال انرفيشن. ممنوع الانتيريور هون سيل اللي بتشغل الترايسس تبقى موجوده في نفس التوقيت. وقلنا لوكاليتي وكونشس وبريبورد. هل كده البروبرتيز خلصت؟ قالوا لا لسه. رقم 7 ودي مهمه جدا، الراديشن. وخلي بالكم من معنى الكلمه، كلمه الراديات يعني ايه؟ لو انت فاهم المعنى تقول لي اشعاع. يعني ايه كلمه اشعاع؟ هقول لك، لو بصينا لقرص الشمس هنلاقي الاشعه ماشيه كده في اتجاهات مختلفه. الاشعه عندنا هي انتر نيورونز. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك فكره بسيطه. لو انا لسعتك لسعه خفيفه، لسعه النار او دبوس في
الايديه بتعمل ايه؟ بتتنيك وبس. طب لو اللسعه كانت اقوى تتني ايدك وكمان توقف الترايسبس ارسلاتر. طب اللسعه لو اقوى واقوى وانا ماشي حافي على الشط، بصوا هعمل ايه بقى؟ زوم عليا، هاتني رجلي تمام وهوقف الاكستنسورز اللي في الرجل دي، زائد ايه بقى الاقوى؟ ان انا اعمل اكستنشن في الرجل التانيه. لازم احمل وزني كله او البوستشر على الكونترا لاترال سايد. يبقى عايز نوصل ايه من الكلام؟ كل ما البينفول ستيمولس يبقى اقوى، يبقى انت بتشغل انتر نيورونز اكتر. مره شغلت الانتر نيورون في السكه دي صح؟ وبعدين شغلتها في السكه دي عشان اوقف الترايسبس، وهنا هشغلها في السكه العكسيه وهتشوفوا ازاي. علشان اشغل مين؟ اكستنسور اوف ذا كونترا لاترال، شيء طبيعي. ازاي هتتني رجليك الاثنين؟ ما تحصلش، اتني واحده وافرد الثانيه. يبقى معنى الراديت كاني الانتر نيورونز عامله زي اشعه الشمس، ودي مهمه جدا. بصوا بقى، تعالوا بقى نكمل ونعمل زوم على الحته دي. ادي الساينابس بتاعي وده الميد لاين بتاعي العادي عشان ما يتوهش. عملنا ايه بقى؟ اهو ساينابس. ساينابس ايه ده؟ واضح يا دكتور ان الساينابس عدى للاوبوزيت سايد، والاوبوزيت سايد اسميه كونترا لاترال. قلنا له طب يا انتر نيورون انت ليه رايح للناحيه اليمين؟ انا ما اتلسعتش عندها. قال لا، عشان اشغل الانتيريور هورن سيل اوف الاكستنسورز، انا عايز اعمل اكستنشن في الاوبوزيت سايد. عشان كده فين الراديات؟ ادي اول مجموعه صح؟ ادي تاني مجموعه، ادي تالت مجموعه لعمل الكراس. والملاحظ كل ما البين في الستيمولس يبقى اقوى، كل ما احنا هنشغل ماسلز اكتر. يبقى ده الايراديشن في منتهى الاهميه. الايراديشن انا ما قلتهاش في نيورونال بول لما شرحتها فيديو قبل كده، علشان شلناها من الكتاب القديم. لو هي رجعت تاني في السنسري لما يطبعوا الكتاب كده، برضه دي المعلومه دي مهمه. يبقى انا لغايه دلوقتي قلت سبعه بروبرتيز اساسيين. بس قبل ما اعيدهم تاني، عايز الطلبه تلاحظ حاجه سريعه، ان الفليكس والوزدرور ريفلكس مرتبط بالكروست اكستنسور ريفلكس. ليه كروست؟ ما احنا فهمنا الناحيه العكسيه هي اللي عملت اكستنشن. عشان كده دايما الكتاب يقول بوث ريفلكسز ار ريليتد تو جسم. طبعا هو ده اللي يخليني ازود التون في الاكستنسور الناحيه الثانيه، لان حصل بين في الناحيه دي فاضطريت اعمل ايه. طيب في نقطه مهمه، كروس دي اكستنسور يتميز بايه؟ يتميز بثلاث حاجات. لونج ليتنت بيريد. طب ما ده شيء طبيعي. ليتنت يعني تاخير. فاكرين السينابتيك ديلي؟ كنا بنتاخر في عدد الانتر نيورونز. بصوا كام انتر نيورون قبل الايفرنت؟ كتير جدا. يبقى دي ديلي عارفين. طب ايه كان الميزه؟ هتلاقوه بياخد من مزايا الفليكس والوزدرول، يعني ريسيبروكال انرفيشن. طب ما هو طبعا ودي ميزه مهمه. طب الميزه الثالثه بياخد ايه برضه منها؟ قال لك انا افتر ديسنشارج. الموضوع ليه مش حفظ؟ لان الاساس حصل هنا. البين خلص وما زال البايسبس كونتراكت اللي على نفس الناحيه. يجي يرد عليه الاكستنسور الناحيه الثانيه مثلا ترايسبس، يقول له وانا كمان برضه شغال مده طويله بالرغم ان البين خلص، يبقى افتر ديسنشارج. وفي نقطة عايزك تخلي بالك منها، تتقال ساعات في كتب ورق درس. يقول
الاكسيتنس والريفلكس من غير حبس. الناحيه دي مين اللي شغال؟ الاكستنس. طب والفليكسونز دي هنا لا، الانتيرو هو السيل بتاعت الفليكس واقف. طب والناحيه الثانيه العكس. يعني الموضوع مش محتاج حفظ، لان طلبه كتيره تحفظ الكلام. يبقى انا عارف الفليكس والزروه وكروس دي اكستنس. اقول تاني فليكس والزروه، مين كلمه السر فيه؟ انتر نيورون. انتر نيورون عملت ايه؟ دايفرجنس. الانتر نيورون عملت ايه؟ عملت افتر ديسنشارج. الانتر نيورون عمل ريسيبروكال انرفيشن، مصر شغاله والثانيه لا. الانتر نيورون عملت ايه؟ كروست اكستنسر ريفلكس، طولت الليتنت بيريود واخرتني جامد جدا. الانتر نيورون عمل الراديشن اهو. فين المصدر؟ ده المصدر بتاعنا من هنا. مره اتفرق في السكه ومره دي ومره عدى، كل ده الراديشن حصل. نيجي بقى لاخر ثلاثه ريفلكسز عندنا. همسح، انا اضطريت اكبر الرسمه عشان تتخيل اللي هيحصل. ابدومينال ريفلكس، هقول كلام سهل جدا وكنا بنعمله زمان واحنا صغيرين. تخيل ان ده الابدومين بتاعنا وادي الامبلايس. كنا بنعمل ايه؟ كنا نجيب مفتاح نخربش الجلد بتاعنا. زمان كنا بنفكر بطريقه مجنونه شويه، قلنا هنعمل سكراتش كده خربشه، ولو تلاحظوا الخربشه في اتجاه الامبلايس كده كانك بتعمل زي حرف اكس. هتقول لي طيب الريفلكس ده سوبرفيشال ولا دي؟ سوبرفيشال. انت بتخربش السكين بتاع الابدومينال. انت يا دكتور قلت لنا ان اي ريفلكس ست نقط. اول اس بقى ستيمولس هيبقى ايه؟ سكراتش ذا سكين، ودي قلناها. طب الريسبتور سوبرفيشال ريسبتورز سطحيه هي اللي حست بالخربشه. الافرنت مين؟ سنسوري نيرفز. يا جماعه سنسوري، انا حسيت ان الابدومينال مول حصل له سكراتش. مين السنتر؟ اسالوا دكاتره الالم. قالوا الابدومينال مول يبدا من تي 7 لغايه تي 12، ثوراسيك سيجمنت 12. اما الانفلايتس شخصيا عند تي 10. دي مهمه جدا، من تي 7 ل 12. طب الايفرنت الفا، طبعا الالفا دي هتعرفوا النهارده ان ليها اسم تاني مش هنقوله دلوقتي. طب ايه الريسبونس من غير ما تكون مذاكر؟ امبلايكس عايزه تقرب ولا تبعد عن السكراش؟ عايزه تبعد، يبقى شيفت ذا امبلايكس اواي، لازم تعمل كونتراكشن وتبعد. ده ابدومينال ريفلكس. طب هتسال دكتور ايه الكلام العبيط ده؟ انا استفيد منه في ايه؟ تستفيد منه لو عملت الريفلكس ده ولقيت الامبلايكس ما بتبعدش، يبقى في مشكله في الدرماتومال سبلاي بتاعها عند تي 10. يبقى انا كدكتور مخ واعصاب اقدر اعرف الليجن او القطع فين؟ يا اما عيل في افرنت يا سنتر يا اما ايفر. كل كلام النيورولوجي الليجن فين؟ ودي مهمه. نيجي بقى للبلانتر ريفلكس. قبل ما اجي اشرحها هتقول لي بلانتر، يبقى دي مقصود بيها الرجل. دي الرجل بتاعتنا اهي، نتخيل ان رجل واحد، او نعملها على ايدي بطريقه بسيطه عشان الدنيا تبقى سهله. تخيلي ان البالم ده هو السول اوف ذا فود بتاع العين، ده الكعب بتاعه، ده الرجل. انا هجيب مفتاح وهعمل سكراتش للسكين وهعملها لكم على ايدي بالمره. اي هجيب الماركر ده، مش المفروض ماركر ولا مفتاح، واعمل سكراتش. همشي كده كاني عامل رقم 6 بالعربي، مشيت من اللاترال سايد سول اوف ذا فود لغايه هنا اسمها ميتاكارب سو فلانجيه، مش ميتاكارب الريك، خلي
المدرب 100 طقس. طيب انت كده عملت سكراتش يبقى ادي الستيمز. طب والريسبت السوبرفيشال على السكين والاخر الديسيز والايه كل ماشي. ايه الاختلاف بقى هنا؟ ان السنتر بتاعك هيبقى اس واحد واس اثنين سيكرال سيجمنت 1 اند 2. طيب ايه هو الريسبونس؟ بصوا بقى الريسبونس بتاعنا. الريسبونس بتاعنا هيحصل كده. الصباع الكبير البيج تو ينزل ناحيه السول يسموها بلانتر فلكشن. ايوه عمل فلكشن التاني خلي بالك كده بلانتر. طب وكده ده دورسال يبقى عمل بلانتر فلكشن. طب والاربع صوابع التانيين قربوا من بعض ونزل. في كتب تقول لك بلانتر فلكشن اوف اول توز كل الصوابع، وكتب تقول لك ايه؟ لا ده الصباع الكبير يبتدي لتحت والاربعه يقربوا من بعض يبقى اد ضغط. السؤال المهم بقى مين اللي ادى الامر لصباعك الكبير انه يبتدي لتحت؟ مكان في الموتور كورتكس اسمه اريا 4. فاكرين لما شرحنا السنس الكورتكس قلنا 3 1 2 دول اريا 1 واريا 40 وقلنا اريا 5 واريا 7 ودول اريا مع بعض. برودمان الالماني قال لك انا هقسم البرين لمناطق او زي شوارع بارقام. الاماكن اللي تتحكم في الحركه موتور كورتكس انا هسميها اريا 4. دي البدايه. اريا 4 تشغل مين؟ البيج تو تعمل فيه بلانتر فلكشن. طيب والاربع صوابع التانيين اللي بيقربوا من بعض مين اللي يشغلهم؟ واحده تانيه او مكان تاني في الكورتكس اسمه ايه يا ستة؟ الكلام ده هنقوله بالتفاصيل المملة في فيديو موتور كورتكس الفيديو اللي بعده عشان يبقى الكلام الناس هتاخده بس كاسامي. سؤال مهم، نفترض اني ما حصلش الريفلكس ده، هتقول طب احنا بناخده ليه؟ نفترض ان اريا 4 باظت واريا 6 باظت، واحد عنده شلل نصفي. التراك او السكه اللي نازله من الموتور كورتكس اتقطعت حادثه او اي سبب، بدل ما يحصل بلاندر فليكشن في البيك تو بصوا هيحصل ايه كده؟ دورزي فليكشن. الصباع الكبير يبقى ناحيه الدورزي. يبقى اذا باظت اريا 4 يبقى دورزي فليكشن اوف ذا بيك تو. طب باظت اريا 6 بصوا على ايدي تبعد صوابعه عن بعض او صوابع رجله عن بعض فاسمها ابدكشن. او كتب قالت دي عامله زي المروحه في لما يبقى فالينج اوف ذا اذر توز يبقى بقيه الصوابع فتحت زي المروحه يبقى دورزي فلاش اوف بيك تو فالينج اوف اذر توز. اللي اكتشف الاثنين دول كان واحد اسمه بابينيسكي واحد روسي قال انا اكتشفت حاجه وما دام اكتشفت حاجه تبقى بوزيتيف واسميها اسمي بوزيتيف بابينيسكي ساين. دي مهمه جدا 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 في سيكشن العملي. والصوره دي تيجي قصتي اديني بقول تيجي دكتوره فايق تحط لك الصوره دي وتيجي تقول لك تجيب لك صوره لبلاندر فليكشن وادكشن وتقول لك ده ايه؟ تقول لها ده نورمال بلاندر ريفلكس. طب ولو لوس لو ضاع يبقى باب المسكي سايد ونقول كده. سؤال مهم، نفترض ان انا اريا 4 واريا 6 عندي سلام وجيت انت تعمل سكراش في اللاترال سايد سول اوف ذا فود زي رقم 6 كده ولقيت وانا سليم حصل العكس تفكر في ايه؟ تفكر ان اريا 4 و6 نوت مايلينيتد. يعني ايه؟ ما هو اي تراكت عشان يدي امر لمصر اي سكه
فور وجنبها اريا 6. دول بيدوا امر للانتيريور هورن سيل. دي رسمه كروكي هنستوعب بالتفاصيل بعد كده. طب لو المايلينيشن اللي موجود على النيورونز مش موجود يبقى كان التراكت مقطوع. طب امتى يبقى مش موجود مايلينيشن وانت طبيعي؟ قال لك في الانفانت البيبي اللي قبل سنه، البيبي اللي اتولد ولسه ما عداش عليه سنه من عمره لسه التراكت از نوت مايلينيتد، يبقى الانتيريور هورن سيل بتاع البيج تو وبتاع الازر توز قال لك انا ما استقبلتش حاجه فهيحصل العكس في البيبي. يبقى انفانت اقل من سنه كانه واحد اتقطع عنده التراك. يبقى في بوزيتيف بابلينسكي ساين. هتقولي طب انا مش انفانت انا راجل كبير ممكن يحصل لي الكلام ده؟ وتبقى نورمال. ديب سليب النوم العميق، البرين مش شغال قوي، السيجنالز اللي نازله من الموتور كورتكس للانتيريور سيل قل التدافع، ودي نعمه من ربنا. تخيل لو في سجنه كان هيبقى عندك كونتراكشن وتقول تقدر تقوم من نومك وتبقى كاسه طبعا الا إيه بعض الناس اللي عندها مرض. يبقى رقم اثنين ديب سليب. هتقول لي طيب نفترض ان انا مش نايم، في حاجه ثالثه؟ كل دول يعملوا بوزيتيف بابينسكي كوما. الغيبوبه اللي في غيبوبه البرين مش شغال، يعني من الاخر عايز تقول الموتور كورتكس مش شغال، يا اما نوت مايلينيتد في البيت يا اما مايلينيتد بس السيجنالز اللي نازله منه اقل. طيب كل الكلام ده مهم، اخر ريفلكس في الفيديو ده جري ماستاتيك ريفلكس، ده في الرجاله فقط. هعمل سكراش في الميديال سايد اوف ذا ساي، الفخذ ميديال سايد من فوق، التستيكل موفز اب. طبعا الكلام ده ما يهمش. يبقى في نهايه هذا الفيديو عايز اركز على النقط الاساسيه، كنت بتكلم على ريفلكس، اي ريفلكس هقول ستيمولس ريسبتور اف سيرفا اي فريند وريسبونس. جيت في الفليكسور وزجرومال قلت مرتبط بالكراس اكستنسور ريفلكس، اتكلمت في الفليكسور وزجرومال على سبع كاركترز مهمين، كلمة السر فيهم انتر نيورونز. انتر نيورون عملت ايه؟ دايفرجنس. انتر نيورون عملت الراديشن، عملت ريسيبروكال انرفيشن. النقطة الأهم لازم يحصل افتر ديستشارج، البين وقف ولسه المصل كونتراكت، يا اما الفليكسور على الاكسي لاترال والاكستنسور على كروس او كروس اكستنسور ريفلكس كونترا لاترال. اتكلمت عن اللوكاليتي، كل ما اشوفك في حته تبعد عنها، شكيتك ميديال الدراع يتحرك لاترال او العكس، وقلنا كونشس افكت لازم اكون واعي عشان ابعد عن السورس اوف انجري. اخير من الاسترتش ريفلكس هتكلم على ثلاث نقط رئيسيه. كاركترز اوف استرتش ريفلكس هو بيتميز بايه؟ بصفه عامه بعد ما عرفنا ستاتيك ودايناميك ونيجاتيف استرتش ريفلكس واتكلمنا في الفرق بين باج وتشين. النقطه الثانيه سوبرا سباينال كنترول. دايما الاسترتش ريفلكس لوكال، عضله اتشدت النيوكلير تشين بتاعتها بقت ستيميوليتد بعت بالسباينال كول او الدرماتوم اللي جنبه السيجمنت اللي لازق. طب هل الكورتكس او الهاير سنترز ليها دور؟ هنعرف في سنترز تعمل ستيميوليشن وسنترز بتعمل انهيرشن. النقطه الاخيره انفيرس ستريتش ريفلكس. دايما احنا متعودين كل ما المصل يحصل لها ستريتش في النهايه هيحصل كونتراكشن، مش شرط، الاسترتش ليه حدود، لو شديت العضله بزياده هيحصل ريسبونس مختلف وهنقولها سريع.
نبتدي باول نقطه كاركس. واضح ان انا لما جيت رسمت السباينال كورد انا لاحظت حاجه. لاحظت ان المصل اللي حصل فيها الاسترتش بعد القفل تمام من النيوكليير طبعا تشيل راح الى الانتيريور هورن سيل خرج قفل السؤال ده هل ملاحظين سينابس واحد ولا اكتر من واحد؟ سينابس واحد اهي ادي السينابس انا طلعت كيميكال ترانسميتر انتي هومسن يبقى اول كاركتر باينه ان هو مونو سينابتك معنى الكلام ده ان احنا هندرس فيما بعد ريفلكسز فيها اكتر من سينابس يعني انت ممكن تلاقي ريفلكس في اثنين سينابس فهو المرض وريفلكس في اكتر من سينابس طب دكتور طالما سينابس واحد معنى الكلام ده انه ايه؟ سريع جدا هو في اسرع من تاثير الجرافيتي لازم رد فعلك يبقى اسرع زي الجرافيتي وفي حاجه عايز افكركم بيها في فيديو السنسور كان دايما نقول ان البروبرتيز اوف سينابس هو الدي ليه انا باخر نقل الامبلس فاكرين نص ملي ثانيه قول لي هل هنا في انتر نيورون؟ يعني ايه انتر نيورون افكر بيها؟ كنا بنعمل سينابس مع حاجه وفي نيرف في النص نقر يعمل سينابس مع نيرف تاني اللي هو رقم 8 ده السينابس. انا ما عنديش انتر نيورون ليه؟ انا مش عايز اتاخر في نقل السيجنال للانتيريور هورن سيل، انا عايز الفاصل تعمل كونتراكشن سريع. يبقى اذا انا اكتشفت ان نو انتر نيورون لا يوجد تاخير ودايما لو سالت اي حد في السيولوجي قول له هو التاخير في الريفلكس يبقى مبني على ايه؟ يقول لك يا اما افلت يا اما سنتر او ايفل الافلت ربنا خلاها سريعه 1 ايه تمام وفي اسرع من ايه الفا؟ لا طب في السنتر الوصول ليه بسرعه مفيش انتر نيورو والايفنت كمان سريع بالف ده كل حاجه سريعه بصوا بقى رابع كاركتر من غير حفظ هل ينفع لما انا اعمل لك ستريتش ستيبلس شديت العضله تفضل الماسل كونتراكشن على الرغم ان الاسترتش وقف تقول لي طبعا لا كل ما نشد العضله كونتراكت نشدها كونتراكت عايز توصل ليه يا دكتور؟ زمان في السنسور انا قلت حاجه لما الاستيمولس يقف وما زال الريسبونس شغال سميتها ايه؟ افتر ديستشارج فاكرين؟ ذا ستيمولس ستوبس بات ذا ريسبونس كونتينوس لا مين قال؟ كل ما تشد كونتراكت معنى كده ان نو افتر ديستشارج دي كانت تبقى مهزله وقفنا ستريتش في العضله وما زالت كونتراكت، طب هي كونتراكت على اساس ايه؟ الماسل سبيند اشتغلت على اساس ايه؟ ما ينفعش، يبقى دي رقم اربعه. بصوا بقى في رقم خمسه الريفلكس ده از لوكال عارفينها ومش لوكال وبس لوكال ديب ريفلكس ليه ديب؟ دي تطلق على الماسلز على الجسم انا كلمت على العضلات عمر ما الماسل تبقى سوبرفيشال علشان كده سموا الريفلكس ده لو عملنا عليه زوم اسمين كمان واحد اسمه مايوتاتيك ريفلكس وماي يعني ماسل او سميناه اسم تاني ماسل استريتش ريفلكس او سبيندل ريفلكس عشان اعرفك انها اساسا مصر طيب نيجي الرقم سته في الكاركتر ده الاستريتش ريفلكس بتاعنا يا جماعه بيبقى سيمي كوانتيتيف ودي مهمه قوي يعني سيمي كوانتيتيف كوانتيتي يعني كميه يعني اقدر ازوده او اقلله اقدر اتحكم
reflex how can be stimulated and how can be inhibited. ولو تلاحظوا stimulated و inhibited قلتهم قبل كده mechanism of stimulation of muscle spindle فاكرين؟ ينزود طول ينشغل جانا ضيق يا اما ماكسيمال ستيميوليشن الاثنين. طب ازاي نوقفها؟ بالنيجاتيف ستريتش ريفلكس او الانهبيتوري سنترز اللي في البرين. دكتور يعني ايه؟ العلماني التاني انا هقول لك تقدر تتحكم في الستريتش ريفلكس بكذا طريقه، يا اما تزوده يا اما تقلله. وفي النهايه ربنا عامل توازن علامه ايكوال بين الاثنين. الاناكل اللي ستيميوليت الانتيريور هورن سيل من فوق قد الاناكل اللي هتوقف الانتيريور هورن سيل. فالتون بتاعك عادي، لو هو زياده قوي وانت جسمك مخشب او التون عندك ضعيف جدا فجسمك سايب قوي هايبوتوني، انت لا كده ولا كده، انت بين البنين. والكلام ده هنقوله ده مهم قوي. النقطة التاسعة في الاستريتش ريفلكس، فاكرين لما جيت قلت في الدامبنج فانكشن لو جه سيجنال زيادة من الكورتكس نعمل ايه؟ نعيد توزيعها، نشغل الانتاجونيستيك مصر ونوقف الابلس، نشغل مجموعة نوقف مجموعة. يبقى الكلام ده قلنا زمان في السلسلة ريسيبروكال انرفيشن. كلمة ريسيبروكال العكس، يعني أنا ستيميوليت هعمل كونتراكشن لمجموعة ماسلز تمام؟ وهقلل الكونتراكشن للمجموعة التانية، مجموعة كونتراكت ومجموعة ريلاكس. طيب كل دول كاركترز اوف ستريتش ريفلكس لابد ان انت تكون عارف على سبيل المثال وليس الحصر. خلاص نضرب سوبرا سبايدر كنترول، انا هعمل دلوقتي جدول للاماكن اللي بتشغل الانتيريور هورن سيل والاماكن اللي بتقلل. ميزه هذا الجدول ايه؟ ان انت لو حصل ليجن او قطع في المكان اللي بيعمل ستيميوليشن يبقى بالعكس مين اللي شغال؟ اللي بيعمل انهبيشن. فبص بقى الجدول ده هيفيدني مش بس النهارده، هيفيدني في فيجوال ليجنز. وهاجي الجدول واكبره وهنا هقول بلس وهنا ماينس. بلس يعني فاسيليتاتوري سنترز، انا عايز اشغلك يا انتيريور هورن سنتر فاسيليتاتوري. والماينس يعني ايه؟ انهبيتوري سنتر، هشغل ووقف. ولازم تكون عارف هنتقل من فوق لتحت كورتكس. زي ما في مكان في الكورتكس يشغل الانتيريور هورن سنتر في مكان يوقف اللي يشغل اريا فوق. انا عارف ان كده كده الاسترتش ريفلكس شغال لوكال بس تحت اشراف الهاير فانكشن زي فكره الهارت. كده كده الهارت شغال بس محتاج كنترول من البرين. اريا فور ستيميوليت الانتيريور سنتر، تبعت اشارات تبعت جانب من الجانب تقول لها انتيريور سنتر طلعي جانب. مين في المقابل يوقف اريا فور؟ بصوا بقى اس. انا كتبتها لي بلون تاني لان احيانا في بعض ورق الدرس تلاقي اس دي عامله زي خمسه فالطلبه بيقولوا اريا 45. لا اس ده رمز لكلمه ايه؟ سريسور يعني يقلل التون. واريا كمان اسمها اريا 6. وتعالوا افكركم بالخواجه برودمان، فاكرين برودمان اللي قسم البرين لمناطق وارقام؟ فاكرين سنسوري كورتكس 3 1 2 وفي اريا 40 وفي اريا 5 و7. زي ما انت قسمت السنسوري كورتكس قسم لي اداره الموت والحركه. الاريا 4 تزود التون. طب 4 و6 4 سبريسر واريا 6
تقلل الطول. ايه اهميه الجدول؟ فرضنا قلت لك اللي يا سته اتقطعت باظت مين شغاله؟ تاني اربعه. فالتون يحصل له ايه؟ يزيد وده مش طبيعي. نيجي الرقم اتنين، ننزل بقى لتحت. هنزل على بيزل جانجليا. بيزل جانجليا دي مجموعه نيوكلياي موجوده سكاترد تحت الكورتكس، انويه كتير جدا. في منها اللي يزود التون اللي يشغل انتيرور سيل اسمه ايه؟ كوديت. هنقوله بالتفصيل مع فيديو بيزل جانجليا. في المقابل نيوكلياس تانية تعمل ايه؟ انهيرش. هسميها لينتي فورم. لينتي فورم اللي هي شبه العدسية او البقوليات. طيب نيجي بقى الرقم ثلاثة، السيريبيلم اللي احنا قعدنا نتكلم عليه كذا مرة. السيريبيلم ثلاث اجزاء، تمام؟ في منهم جزء ستيميوليت الانتيريور هورنز ينزل اشارات عليها اللي يشغل اسمه النيو سيربلم، واللي يعمل انهيبيشن اسمه باك نيو. نيو معناها ايه؟ جديد. جديد في اكتشاف السيربلم. الجزء ده العلماء اكتشفوه متاخر. ده ليه اول جزء في السيربلم تم اكتشافه؟ لسه الجدول ما خلصش. نيجي بقى الرقم اربعه، برين ستيم. في البرين ستيم انا عندي ايه؟ ميد برين وبونز ومدلة. كل حته فيهم لازم تكون عارف. الميد برين فيها نيوكليوس اسمها ريد نيوكليوس تعمل انهبيشن. نيجي بقى للبونز، البونز فيها مكان يعمل ستيميوليشن اسمها ريتيكولار فورميشن، شبكة موجودة في البونز. الشبكة دي يعني تخيل ادي الشبكة تنزل إشارات على الأنتيريور هورن سيل ستيميوليشن. الشبكة دي فين؟ بونتاين، ودي مهمة جدا. في شبكة تانية ريتيكولار فورميشن بس موجودة في المظلة، قالت أنا هعمل انهيبيشن. ربنا عظيم جدا. فكرة كفة الميزان، حاجة تزود وحاجة تقلل، وفي النهاية هناك توازن بين الكفتين. نيجي بقى اللي بعدها، ننزل على المظلة في البرين ستيم. في نيوكليس في المظلة اسمها فيستيبيولار نيوكليس، بننزل إشارات ستيميولاتوري على الأنتيريور هورنسن. تعالوا نعد عدد الاماكن الاستيميولاتي بالزوم. اريا 4 مكان، كوديت 2، نيو 3، بونتاين ريتيكولار فورميشن 4، فيستيبولار 5. يعني انا عندي خمس اماكن فاسيليتاتي. بصوا على الانهيبيتور اريا 4 اس و 6 هنعتبرهم مكان واحد، ولينتي 4 2، وباليه 3، وريد نيوكليس 4، والميدالا ريتيكولار فورميشن 5. بجد الله عليك يا رب. خمسة يزودوا وخمسة يقللوا، وفي النهاية هناك اتزان بين الاثنين. ده سوبرا سباينال كنترول. الجدول ده أهميته إيه؟ لما أجي أشرح البيزل الجانجليا بعدين هقول لك باظت الكوديت، هتقولي ده الكوديت ده كانت فاسيليتاتي، يبقى بالعكس مين اللي شغال؟ الانهبيتور، او العكس صحيح. ادي في السيربيلم هقول لك الباليه والسيربيلم باظ، مش ده انهبيتوري؟ يبقى مين اللي شغال؟ الفاسيليتاتي. الكفه ستميل في النهايه للاخر. اخر عنوان عندنا انفيرس ستريتش ريفلكس، بس بدا قبل ما اجي لاخر عنوان عايز افكركم بحاجه. انواع الاسترتش ريفلكس كانت ايه؟ ستاتيك ودايناميك، وقلنا نيجاتيف ستريتش ريفلكس، يبقى كده كام نوع؟ ثلاثه. هنا هتكلم عن النوع الرابع
وبأدانا الاستريتش ريفلكس هو خمس انواع. بصوا بقى قبل ما اجي للنوع الرابع عايز ارسم رسمه ومن خلالها هنوضح الدنيا ماشيه ازاي. اهي ادي رسمه المصل العلوي، بس المره دي انا هتكلم عن التندون اهو. ادي التندون الاحمر بتاعنا. التندون دكاتره الهيستولوجي قالوا ان هو متصل بريسبتور. وهنا بقى عايزه تشوف الفرق ما بين الريسبتور ده وبين المصل ستندن. الريسبتور ده اول حاجه اتكلموا عليه قالوا اسمه ايه؟ هو متصل بالتندن واكتشفوا واحد اسمه جولجي، فقال اسمه جولجي تندن اورجن. ده حتى الوصف فاضي. انا جولجي اكتشفت ريسبتور فيه التندن. بصوا بقى الريسبتور ده ايه علاقته؟ فاكرين المصل سبيندل كانت انترا فيوزال فايبرز بارل للاكسترا فيوزال، اما الريسبتور ده قال انا ان سيريز. سيريز يعني سيريال متتابع مع مين؟ مع الاكسترا فيوزال فايبرز. انا التندون ده ان سيريال مع الفايبرز اللي المفروض تعمل كونتراكشن، لا مش بارل. ودي تيجي دايما ام سي كيو سيريز. بصوا رقم ثلاثه، سالت سؤال جميل دكتور، لما المصل حصل لها ستريتش انت دايما كنت بتركز على الكبسول فاكرين؟ عمرك ما قلت التندون الاحمر ده هو مش التندون بيحصل له ستريتش؟ اقول لك اه زيه زي الكبسول، بس الريسبتور اللي ماسك في هذا التندون ما بيشتغلش الا لو اللود تقيل، يعني اي حاجه تشيلها عاديه شغال المصل السبند النيوكليار تشين. عايز يشغل جولد تندون اورجن لابد يبقى تقل شديد، عشان كده اتوصف الريسبتور بوصف هاي ثريشولد ريسبتور. هاي ثريشولد يعني ايه؟ مش اي حاجه اشيلها انا هبعت اكشن وتش. انا ما بشتغلش على طول زي النيوكليار تشين من تند ستريتش، انا هاي ستريتش. او يتسمى الاسم الرابع تنشن ديتكتور. يعني ايه؟ كل ما التقل يزيد انا ممكن اشتغل، انا بحس بالهاي تاش بالكونتراكشن العالي. يا جماعه ده مهم جدا لو في عليا شد عالي. رقم اربعه، فاكرين المصل سبندل كان في بريفري وسنتر، البريفري كان بيوصل له جانا تعمل له كونتراكشن. طب هي الجانا دي جايه منين؟ جايه من الكورتكس صح؟ يعني هي تحت النيرفس كنترول. اما الجول بيتندو قال انا ما عنديش لا سنتر ولا بريفري وانا مش تحت سيطره، نوت اندر نيرفس كنترول. النيرفس كنترول ما ياثرش عليا، مفيش جانا واصلاني، ولهذا السبب انا اقدر اميزك عن المصل سبيند. يبقى نقولها بسرعه، اسمه جولجي تندون اورجن سيريز مع الفايبرز هاي سلاش، مش اي تقل يخليني ابعت اكشن بوتنشال، نوت اندر نيرفس كنترول. والفرق الخامس كمان كل ده تعرف ان الموتور برانش رائع. ايه بقى الفرق الخامس؟ فاكرين المصل سبندل اذا حدث كونتراكشن كانت بتشتغل؟ لا، ريسبونس حصل هوقف ديستشارج سميتها نيجاتيف ستريتش ريفلكس. اما الريسبتور المتصل بالتندون قال لا انا اشتغل لما يحصل ايه؟ كونتراكشن. لما يكون في كونتراكشن عالي انا ستيميوليتد. كل الخمس نقط دول ام سي كيو اور. طب تعالوا نكمل بقى. ايه مثلا رفعت حديد؟ الناس اللي بتشوفوهم في الاولمبيك جيمز رافع حديد جامد
كده هو عامل ايه؟ كونتراكشن لانهي مصل؟ دي انهي مصل عندك؟ ترايسبس. وانا برفع الحديد انا فارد ايديا، كونتراكشن اوف ترايسبس. طب تلاقي التقل زاد قوي على الرباع ده، مش قادر فجأة رماه، ايه اللي حصل؟ الجولجي تندون اورجن، وده اختصارها جي تي او، او حرف من كل كلمه، بقى ستيمولييت عملت ايه؟ قالت انا هبعت سيجنال. سيجنال لمين؟ سباينال كورد العادي، مفيش مشكله، ما هو عنديش غيرها. وبعدين ادي الانتيريور هورن سيل اللي هيطلع منها الايفرنت اللي هو الالف اللي رايحه للترايسس. هل انت عايز الانتيريور هورن سيل دي تشتغل؟ تقول لي لا. لو فضلت شغاله هيحصل كونتراكشن بزياده، ممكن الاوتار تتقطع. فطلبه كتير قالت احنا مش فاهمين الكلام ده يا دكتور من سنه. هقول لك الرسم. لو فرضنا ان المربع ده المستطيل ده هو الكونتراكتايل بارت بتاع المصل، واي كونتراكتايل بيبقى ماسك فيه تندونز وليجنز. سميناه في سنقول ايه بقى فكركم؟ إلاستيك إيلمنت أو إي إي اللي ناسي يرجع بالكتاب ده الإلاستيك إيلمنت. كل ما المصل تعمل كونتراكشن تعمل إيه في التندون ده؟ تشده، لأن التندون ماسك فيه، فاللون الأحمر ده عمال يتشد زي الأسلاك. هات الأسلاك وافضل شد 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 فيه، في النهاية ممكن يتقطع. فربنا عمل الحاجة العبقرية، حط في التندون ده ايه؟ ريسبتور اسمه جولجي تندون اورجن. لما نعمل كونتراكشن زيادة جدا عمل هو ايه؟ بعت سيجنال إلى السباينال كور. أكيد لازم يعمل في الأنتير هورن سيل ده العقل ايه؟ ستيميوليشن ولا انهيبيشن؟ انهيبيشن. بس هتلاحظوا حاجة على البورد دكتور، الانهبيشن يحصل ازاي؟ انت ليه ما كملتش القوس؟ لان المعروف ان اي افود بيطلع نوع واحد من الترانسميتر لازم يبقى اكسايتاتور. يعني دايما في السنس كنت اقول لك ايه؟ وان نيرف ريليز وان ترانسميتر. ما ينفعش النيرف الواحد مره يطلع اكسايتاتوري ومره يطلع انهبيتور، مش بمزاج. فالقفل قدامه تعمل ايه؟ انا مش هغير ذمتي، انا هعمل سايلابس اهي. السايلابس ده مع نيرفر قطع، ده اسمه ايه؟ انتر نيورو في النص، ادي الانتر نيورو، انا هتصل بانتر نيورو، هعمل له ستيميوليشن. بس النيرف اللي نقط تسرق بالزوم ده هيطلع انهبيتوري ترانسميتر اللي هي بلايسين، يعمل انهبيشن للانتيريور هورن سيل اللي هيطلع منها الالف اللي رايحه للترايسس. طالما ده ما اشتغلش يبقى مفيش كونتراكشن، يبقى المره دي هيحصل ريلاكسيشن. عندنا اسئله كتيره في الجزء ده. اول سؤال اساله، الافرنت اللي انت شفته تتوقع يبقى سريع ولا بطيء؟ بطيء مقارنه بالاستريتش ريفلكس العادي، بطيء. طيب ما دام بطيء، الاولاني نيوكليير تشين والباك كان الافرنت المشترك بتاعهم 1 ايه؟ انت قطع؟ قال اه، يبقى انت تاخد بي. في سيرجري تحفظ يبقى ده قطع، وايه الدليل كمان انه قطع؟ ان في انتر نيورو عامل ساينابتك ديلي. انا قلت ان كل ساينابس تاخرني نص ملي سكند، وفي دليل على ان كلامي صح. الاسترتش ريفلكس العادي لما جم شافوا وقته لقوه 6.10 ل 9.10 ملي سكند. ده الريفلكس العادي بتاع الجرافيتي ده مدته. طالما مدته كده قالوا ايه ده سريع جدا، بدليل السينابس الواحد بياخد نص ملي سكند.
زائد كام؟ 1 ملي سكند. لكن ستريتش ريفلكس انا لو مدتي اقل انا ببين لك ان مفيش ديلي، انا شورت ريفلكس، انا قصير ريفلكس تايم بتاعي مش طويل، انا قصير. ودي من ضمن الكاركترز. هنا احنا مش مستعجلين، احنا لازم نتاخر، فاضطرينا نعمل ستيميوليشن للانتر نيورون المنقط ده يطلع جلايسين ويحصل انهبيشن. طيب احنا اتعودنا ان اي ريفلكس لازم نجاوب في ست نقط الصراصير بتاعتنا. اول حاجه ستيمولس تتوقع ايه؟ اوعى تقول لي ستريتش عادي زي تكنيك جرافيتي، ده بيرفع حديد، ده تقول لي عامل ستريتش ايه بقى؟ اعملها بالاحمر، ماركت ستريتش. الحاجه المهمه حط عليها دايره، ودي اللي هتفرق معانا واحنا بنصلح. يا جماعه الاستريتش مش ماركت. طيب ايه الريسبتور بتاع جسم ايه؟ جولجي تندون اورجن، اتكلمنا عليه هنا في 5 نقط. نيجي للنقطه افرنت يبقى 1 بي، نيجي للسنتر انتيريور هورن سنتر، نيجي للافرنت الفا، نيجي للريسبونس. اوعى تقول ماركت كونتراكشن تبقى مش فاهم حاجه. ليه؟ لان لو المصر عملت كونتراكشن جامد التندون الاحمر هيتشد ميكانيكال وراه، ممكن يتقطع، يبقى ريسبونس هنا ايه؟ ريلاكسيشن. وفي جمله اساتذتنا كانوا دايما يقولوها لنا بعد ما اقنعونا بكل هذه الافكار، الشيء اذا زاد عن حده انقلب ضده. اعمل مايلد ستريتش، اعمل لك مايلد كونتراكشن. تزود ستريتش قوي، انا لازم اعمل ريلاكسيشن. وهنا سؤال لكل الطلبه اللي بتشوف الفيديو ده، انا استفدت من الريفلكس اللي حكيته ايه؟ هما حافظت على ايه؟ هل على اللينس بتاع المصل ولا على التندون؟ على التندون. ما هو انا لو انا عملت كونتراكشن اكتر التندون الاحمر ده هيتقطع. يبقى نمبر 1 كيب ذا تندون كونستنت، انا خايف عليك يا تندون. انا ما يهمنيش المصل لينس تبقى ثابته او ترجع لطبيعتها زي الستريتش ريفلكس. طب ايه الفايده الثانيه؟ الفايده الثانيه في الانفيرس ستريتش ان انا هوسع اللود الزياده على مصر فايبرز كتير. يعني دايما وانت بتشيل اي تقل، احنا قلنا لو ما قدرتش هعمل ريلاكسيشن في مين؟ في الترايسس. في المقابل اعمل كونتراكشن في مين؟ انتاجونستك مصر. يعني انا ما قدرتش ارفعه بالترايسس، لا لازم انزله وادي دراعي اشغل البايسس. يبقى الفايده الثانيه equalize the tension among المصل فايبرز، لازم توزع التقل اللي انت شايله على اكبر عدد ممكن من الفايبرز، علشان لو عملت لود زياده على مجموعه معينه ممكن يحصل فتيل. يبقى في النهايه عايز الخص الستريتش ريفلكس في ال 12 نقطه اللي اتقالوا تعالوا ديفينيشن. رقم 2 شكل الريسبتور، 3 قلت ان انا عندي نوعين ريسبتور باك بون شين، 4 عندي نوعين افرنت وعملنا جدول، 5 عندي نوعين افرنت ستاتيك ودايناميك، رقم 6 جدول بين الستاتيك والدايناميك. جيت في الفيديو الثاني قلت النقطه السابعه امتى المصل سبيند تو بي ستيميوليتد، النقطه الثامنه امتى هي يحصل لها انهبيشن وما تشتغلش، النقطة التاسعة اتكلمنا على فوائد الاستريتش ريفلكس، 4 فوائد: سيرفو اسيستنت بالتفاصيل، دامبنج فانكشن، ماسل تون بال4 عناوين بتوعه، وتندون جير ال3 عناوين، واخر 3 عناوين في الفيديو ده كاركترز اوف ستريتش ريفلكس، يجي اكتر من 10 كاركترز، واتكلمنا على سوبرا سباينال كنترول، 5 اماكن تزود الكود و5 اماكن تقلل
الطول وفي ما بينهم بالانس. والنقطه الاخيره هي الانفيرس ستريتش ريفلكس. اتكلمنا على الست نقط بتوعنا اللي هم الصراصير، وركزت على الريسبتور في خمس نقط، واهم حاجه ان فايده الريفلكس ده الحفاظ على التندون سلامته وليس طول العضل. اخر حاجه بختم بيها، اكتشفنا ان الاسترتش ريفلكس لغايه دلوقتي هم اربع انواع: ستاتيك، الثانيه دايناميك، الثالثه هي النيجاتيف ستريتش ريفلكس، الرابعه انفيرس، وفي نوع خامس اسمه سيربلر ستريتش ريفلكس، هنقوله مع موضوع سيربلر.